قصة أقصر خطبة جمعة في تاريخ الإسلام حدثت في تونس، حين وقف الشيخ الطاهر بن عاشور في المنبر وقال خطبته الشهيرة: نساء من التي في الأسواق؟ فسكت المصلين، فأعادها: نساء من التي في الأسواق؟ فسكت المصلين، فأعادها للمرة الأخيرة: نساء من التي في الأسواق؟ فسكت المصلين، فقال: لا خير في صلاتكم ونساءكم متبرجات وعرايا، أقم الصلاة يا إمام.